انطلاقاً لضرورة مواجهة المحتويات غير الهادفة التي يتعرض لها الجمهور العربي، اجتمع آلاف المؤثرين في دبي في قمة المليار متابع 2024، والتي سلطت الضوء على قوة الكلمة في التأثير بالجمهور. وبحسب مؤثرين وخبراء في المحتوى الرقمي، فإن قمة المليار شكلت فرصة ذهبية ومثالية لتبادل الأفكار والحلول حول أحدث الاتجاهات والتحديات في عالم الصناعات الإبداعية والاستثمار في اقتصاد صناعة المحتوى، فضلاً عن الاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج في العالم، مجمعين على أن هذا الحدث أسهم في تعزيز القدرات الإبداعية لصناع المحتوى وإكسابهم المهارات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم والتواصل مع ملايين الأشخاص في الفضاء الرقمي. المحتوى هو الأساس، الكونتنت هو الأساس، المحتوى 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 وكل شيء تاني كماليات. أنا من الجيل اللي عاش عالم من دون مواقع تواصل اجتماعي، وعشت اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي، بعتبر حالي محظوظ أقدر تعيش واكب الحقبتين، يعني إن كان من دون مواقع تواصل مع مواقع تواصل اجتماعي. طول ما المحتوى بإذن الله هو نقل للمعرفة، أعتقد إنها هي أسمى وأنظف وظيفة ممكن الإنسان يعملها، إنه ينقل المعرفة للأجيال القادمة. فبإذن الله إذا في صوت وفي قوة بعد 20 سنة، إن شاء الله بإذن الله حظل أعمل محتوى. في وقت أصبحت فيه صناعة المحتوى نوع من الاقتصادات المؤثرة الذي يحدد مستقبل الإعلام عالمياً وليس في المنطقة فقط.